هنتكلم على حالة الطقس اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 ابريل. هيبدأ بارتفاع كبير في درجة الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، حيث تصل درجة حرارة على سبيل المثال على القاهرة 34 درجة، وايضا هتوصل يعني هتبقى اغلب درجات الحراره الجنوب والشمال هيقرب من بعضه، يعني في الوقت ده جنوب البلاد هيوصل ل 35 رغم ان القاهره 34. الارتفاع ده هيصاحبه نشاط للرياح على جنوب على المنطقه الجنوبيه يعني شمال وجنوب الصعيد، مش هيوصل لحد العاصفة لكن هيبقى فيه نشاط للرياح، وأيضا على جنوب سيناء. تاني يوم على طول يوم الحد يبدأ انخفاض تاني في الحرارة، يعني رغم ان احنا وصلنا ل 34 الا انه تاني يوم هينخفض اكتر من 5-6 درجات خاصة على شمال البلاد، ولكن ده هيصاحبه أمطار خفيفة جدا على السواحل الشمالية على الوجه البحري. مش هستمر معايا الحال دي، يعني هتبدأ بقى ايه يعني هننعم باسبوع في درجة حرارته معقولة، هو بس بداية تقول له يبقى سخن قوي ثم يبدأ يعتدل. احنا بالليل لازم اللي ينزل بالليل يبقى معاه جاكيت تقيل، الجو مازال احنا بنيجي نوصفه بنقول بالليل بارد، فلازم يبقى معايا جاكيت تقيل لما هرجع او في وقت متاخر من الليل او هنزل في الصباح الباكر. بالنهار اقدر البس ملابس رباعيه لان بدات درجات الحراره في الارتفاع حتى لما بتنخفض ما بتقلش عن 26 درجه وتعتبر جو معتدل، فيعني انا حافظ على الملابس. الساده الساقين على الطرق الفتره اللي بيبقى فيها انخفاض في الرؤيه لاي سبب كان بيطبق تعليمات بكل دقه حفاظا على ارواح الجميع.